وسهلا بكم في حلقة جديدة معكم محمد عقيل، جدا سعيد بلقائكم. أتمنى أن يكون الجميع بخير. في حلقة اليوم سنتحدث عن الجن القاتل وحوادث كثيرة وقعت من القتل بسبب الجن. نسبت إلى الجن والأشباح والعفاريت، الجن القاتل هو نوع ليس خيالي، فهناك فعلا أفراد من الجن قادر على قتلك، والقصص التي تثبت ذلك ليس هناك أكثر منها. لكن السؤال المهم هنا، لماذا يقتل الجن؟ منذ عدة قرون أصبح الجن القاتل نوع ليس بغريب عن البشر، فعالم الجن بأكمله يمكن أن تتوقع منه أي شيء، إلا أن البعض يردد دائما أحاديث وأقوال غير صحيحة عن اقتصار دور الجن على التخويف وبت الذعر في نفوس البشر. وبالطبع هنا يتغير كثير من الاعتقادات بعد الحوادث الكثيرة التي حدثت في القرون الماضية، وأثبتت بالدليل القاطع قدرة الجن على قتل البشر. وبالتأكيد يجب أن لا ننسى بأن كل هذه الأشياء تحدث بأمر الله قبل أي شيء آخر. عموما دعونا نتعرف سويا على الجن القاتل وبعض الحوادث التي تؤكد وجوده من هو الجن القاتل ولماذا يقتل وما هو الجن. قبل أن نتعرف على الجن القاتل، يجب علينا أولا التعرف على الجن نفسه، فلا يوجد شخص يتنفس على هذه الأرض إلا ويعلم بوجود الجن، ويعلم أيضا أنه يعيش مثل ما يعيش البشر تماما، ويمتلك العائلة والأسرة والزوجة وكل شيء ممكن أن تتخيله وموجود في حياة البشر، بل إن منهم المسلم والكافر. وأيضا قد خلق الله الجن قبل البشر، وهذا قول ليس فيه أي نقاش، وأن إبليس الذي رفض السجود لآدم هو من الجن، وآدم كما نعلم هو أول بشر تم خلقه. إذن الجن يسبق البشر أولا وقادر على أذيتهم ثانيا. هنا سنطلع على بعض الشواهد والأدلة. هناك الكثير من الشواهد أن الجن القاتل ليس مجرد وهم أو مبالغ، وإنما هو حقيقة مطلقة وأمر لا غبار عليه. والحقيقة أن كل ادعاء يمتلك أدلة قوية لا يمكن التشكيك فيها والطعن في صحتها، فما بالك بالتجارب التي عاشها بعض الأشخاص ورأوها في أقاربهم وأصدقائهم ثم جاءوا يقصونها. هنا نتحدث عن تجربة كاريسا جيلي. أهم التجارب التي تؤكد على وجود الجن القاتل هي تلك التجربة التي حدثت إلى هذه الفتاة البريطانية كاريسا جيلي، والتي انتقلت للعيش في بلد صغير بشقة صغيرة بجوار عملها، لكنها سمعت من أحد الجيران أن فتاة قامت بشنق نفسها في هذه الشقة قبل عام من الآن. بالتأكيد لم تعطي كاريسا أي اهتمام بالموضوع، وأكملت حياتها بصورة طبيعية جدا. لكن في نفس اليوم الذي قتلت فيه الفتاة في العام الماضي تغيبت كاريسا عن العمل. طبعا في نفس اليوم الذي قتلت فيه الفتاة العام الماضي تغيبت كاريسا عن العمل وعن أصدقائها وعن كل شيء، كان اختفاء غامضا لم تتضح معالمه إلا عندما تم اقتحام الشقة وعثر على جثة كاريسا بنفس الطريقة التي ماتت بها الفتاة قبل عام وفي نفس اليوم من العام الماضي. أي أنه وببساطة شديدة هناك جن قاتل يسكن في هذه الشقة ويقتل سكان هذه الشقة كل عام بنفس الطريقة. هنا قصة أخرى، قصة بول كروي، تؤكد أن أمر وجود الجن القاتل أمر طبيعي. القصة التي حدثت مع الهولندي بول كرول، والذي
جاءته لوحة فنية كهدية في أحد الأيام، وكان يشاع عن هذه اللوحة أنها مرسومة من قبل الجن، أو أن الجن قد ساعد في رسمها. على كل حال، سخر كرول من هذه الرسمة، وسخر من أمر الجن كونه ساعد أو قام برسمها، فهو لم يعر الأمر اهتمام. ويقال عندما عثر عليه مقتولا صباح اليوم التالي، كان وجهه معبئا بالخوف والذعر لدرجة أن صورته كانت مخيفة إلى حد كبير. وبالطبع هذه قصة تؤكد على وجود الجن القاتل الذي يقتل بمجرد أن تسخر منه. الأمر غريب، لماذا يقتل الجن؟ بعد أن تناولنا قصة بعض الجن القاتل وما يفعله بالبشر، لابد أن الكثير منا يسأل عن الأسباب المنطقية التي تدفع الجن إلى قتل البشر. والواقع أن هذه الأسباب أغلبها بسبب ما اقترفه البشر، فهم لم يتركوا السنة الكونية تسير كما هي، وإنما حاولوا العبث في أشياء كثيرة لا يجوز العبث معها، وذلك مثل الطبيعة ومثلا والأمور الغائبة. هنا سنتكلم عن السحر والشعوذة، بلا شك من الأسباب الرئيسية لنشأة الجن القاتل. فهو يرى أن البشر يقومون ببعض الأمور التي من شأنها أن تزعج الجن وتدخل عليه الجحيم في حياته، كل كالدجل والشعوذة وغيرها من الأشياء التي يمارسها الكهنة والسحرة بأمر من الجن، ولذلك يتدخل ويقوم بقتل الشخص الذي يقوم بالعبث معه. وتجنب طبيعة الحال وتجنب هذه الأمور بسيط جدا ومعروف ومتعرف عليه في ديننا الحنيف الإسلام، وهو عدم الإيمان بالسحر وتجنب السحرة والمسحورين. لكن لا أحد يستمع في النهاية، الجن هو انعكاس آخر لكلمة شبح بالنسبة للبشر، والأشباح هي أرواح الأشخاص الذين يموتون بطريقة بشعة. ولهذا يدعي البعض أن من ضمن أسباب بروز الجن القاتل هو العودة للانتقام من الأشخاص الذين قاموا بأديتهم من قبل. ولكن هناك حلول، وهي القرآن الكريم. لا شك أن الجن القاتل والجن عموما يهربون عند سماعهم القرآن الكريم، وقد أثبتت كافة الحوادث والشواهد أن طرق التخلص من الجن لم تنجح يوما إلا عن طريق قراءة بعض آيات القرآن. والحقيقة أن الباحثين في القرآن والسنة النبوية سيجدون في الأساس ما يحذرهم من هذه المخلوقات. فلماذا خلق الله كل منا في عالمه عن الآخر؟ كل مخلوق خلقه الله في عالمه، الجن في عالمه والإنس في عالمه. هذه أمور لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة شكرا على المتابعة، نلتقي في حلقة جديدة. كان معكم محمد عقيل، شكر طبيعة الحال، وأتمنى أن تشتركوا في القناة. من اللقاء.